بترحيب كبير استقبل طلاب الجامعة الأمريكية الفنان عمرو يوسف ونجوم فيلم ولاد رزق في ندوة أدارها الفنان محمود الليسي. أنا بيك فان لولاد رزق، فلما كلموني قالوا لي إن أنا هقوم بدور المذيع، فتجربة جديدة وأنا حابب الفيلم أصلا، وكل يعني معظم الممثلين فيه أصدقائي، فأنا كنت حابب أجرب التجربة دي. أي حاجة جامدة بتبقى من ثلاث حروف، ACDOE. مبسوط إن أنا هقدم النهاردة ستارز ولاد رزق. أما الفنان أحمد داود فكان سعيد جدا بمشاركة الطلاب نجاح الفيلم. انبسطت جدا، يعني هم طاقتهم حلوة قوي وما شاء الله كان عدد كبير جدا وكلهم حابين الفيلم، وكان لا اتبسطت جدا بيهم بصراحة، والواحد اتبسط كده ان فيدباك على فيلم شافه كده من الناس. وأعرب عدد آخر من صناع العمل عن فرحتهم الكبيرة بإقبال وترحيب الطلاب. كان يوم حلو جدا جدا وسعيد جدا بصراحة، وفخور ان انا بتكرم من الجامعة بتاعتي. جميل ان احنا نحضر مع الناس ونسمع آرائها، وهتبقى حاجة شيقة جدا اكيد. يحسسنا ان احنا قادرين نوصل كجماهيرية كفيلم كوميرشال، وقادرين ناخد تكريم على المجهود من الناحية الفنية. الإرهاب ناحيتنا وناحية أهل الردع حرار النار. اتحرك يا مرض، انت قاعد هتموت بكرة يا أنا. هتكتب ما اقدرش اخد ولاد رزق يا ماشي. وسألنا صناع العمل عن إمكانية تقديم جزء ثالث من الفيلم. إن شاء الله ثالث ورابع وكده حسب ربنا يدينا العمر ونعم. لسه بنفكر في الخطوة الجاية، ويعني الفيلم لسه مبقالوش كتير قوي، في خطوط عريضة للمشروع، ولكن لسه هنبتدي فيه قريب ما نفهم هنعمل ايه. وكشف لنا منتج الفيلم عن آخر إيرادات حققها العمل. كنا يعني متأملين نوصل ل 80 مليون 85 مليون، الحمد لله وصلنا، يعني الأسبوع اللي جاي هنبقى 100 مليون. وكان لازم نسأل طارق العريان عن شائعات زواجه مؤخرا. أنا ما سمعتهاش الشائعات دي، فلا ما أعرفش عنها حاجة. كده كده يعني على مدار السنين بنسمع حاجات، بس أنا من الناس اللي ما بركزش في الحاجات دي، بركز في شغلي. وكشف عمرو يوسف عن سبب غياب أحمد عز عن الندوة. هو بيصور فيلم على فكرة اسمه يونس، لكن الطلاب أصروا أنهم يتصلوا بيه فيديو كول.